ريف دمشق بلدة بيت سحم 29/5/2013. سحب الدخان متصاعد جراء القصف على البلدة منذ الصباح الباكر. عصابات الطاغية بشار تحاول اقتحام البلدة من محور طريق المطار. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. سقوط ما يزيد عن 100 قذيفة منذ الصباح الباكر. واشتباكات عنيفة تدور بين أبطال الجيش الحر وعصابات الطاغية. الله أكبر عليك يا بشار. اللهم سدد رمي المجاهدين. الله أكبر. ريف دمشق بلدة بيت سحم. الله أكبر. 29/5/2013. قصف عنيف تتعرض له البلدة منذ الصباح الباكر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.